بحضراتكم مرة تانية. تشارك وزارة الزراعة في الاجتماع 41 للمجلس العربي للاستثمار الزراعي اللي بيعقد في الرباط بمشاركة وزراء المالية والزراعة العرب. طبعا احنا مش محتاجين نقول ان مصر دولة زراعية في المقام الاول. مصر بتزرع منذ قديم الازل زي ما بيقولوا، والزراعة دايما جزء اساسي من مصادر الدخل القومي. كيف يمكن ان تستفيد مصر من هذه المنظمة او هذه الاجتماعات، وما المقصود بالاستثمار الزراعي، وايه احسن فرص الاستثمار المتواجدة والمتوفرة حاليا؟ خلينا نرحب في هذا الحوار بضيفنا استاذ جمال ابو الفتوح، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية. صباح الخير يا استاذ. صباح الخير. عايزين نعرف اصلا معلومات اكتر عن المجلس العربي للاستثمار الزراعي كمؤسسة او منظمة او جهة بتنظم التعاون في المجال الزراعي بين الدول العربية. هي هيئة أو صندوق تم إنشاؤه في السبعينات في السودان برأس مال حوالي مليار ومئتين مليون دولار. اسمه أو الهيئة ديت أو الصندوق، صندوق الاستثمار والإنماء الزراعي العربي. الهدف منه إن هو يبحث فرص الاستثمار بين الدول العربية، وخصوصا الاستثمار الزراعي لتقوية التجارة البينية أو المنتجات الزراعية وتصديرها للدول العربية بعضها البعض. شوف ايه هي فرص الاستثمار المتاحة في كل دولة خصوصا في مجال الزراعة، والهيئة أو الصندوق ده يتولى ان هو يعمل الدراسات ويعمل بحوث يوجه الدول ان الفرص دي موجودة وفرص حقيقية عشان يشجعها انها تستثمر في هذا المجال لتقوية الاقتصاد العربي او تقوية الشراكة العربية في مجال الاستثمار الزراعي. نعم. طيب يعني الى اي حد حضرتك بتقيم الاستثمار والتعاون المصري الزراعي مع دول العربية المجاورة؟ يعني شايفوا ايه الميزات اللي قدر يحققها وايه المطلوب منه في السنوات القادمة؟ هو في الحقيقة هو المشروع ده فكرته جميلة جدا وكويسة، بس هو في مشكلة دايما بتقابله. المصالح السياسية للدول العربية بتتحكم دايما في كل المعاملات بين الدول وبعضها، ما بيبصوش المصالح المصلحة العامة بتاعت الشعوب، شعوب بلادهم، ما بيبصوش المصلحة العامة للدول العربية ان المشروعات دي تكمل. يعني ايه؟ يعني مجرد اي رأي سياسي مخالف ما بين دولة والتانية وفي مشروعات كبيرة جدا تبقى يعني هتتعمل بين الدولتين، كل حاجة توقف في ثانية، وعبال ما ترجع تاني والعلاقات بتبقى كويسة ويبتدوا يبصوا في المشروعات دي كل الدنيا اختلفت خالص في كل حاجة. الفرص دي يكون في أسواق بديلة ظهرت، كل الفرص دي تكلفتها بقت عالية جدا، فما ما بينفعش انها تتعمل. الدول ما بتبصش لمصلحة شعوبها والمصلحة العامة في تقوية اقتصاداتها كدول عربية، ما تبصش في زيادة التجارة البينية بين الدول وبعضها. أنا شايف إن التجارة دي مستواها متواضع نتيجة اللي أنا قلته لحضرتك دلوقتي. طيب، في أكتر من 20 شركة أجنبية جاءت إلى مصر من أيام قليلة لبحث الاستثمار في الزراعة وفتح أسواق صادرات زراعية. في رأيك يعني ايه المعوقات اللي ممكن تواجهها مثل هذه الشركات وينبغي تدليلها لتحقيق المزيد من الاستثمارات؟ هو نمرة واحد، قانون الاستثمار الحالي. هو في قانون الاستثمار الجديد بيناقش دلوقتي في مجلس الدولة على ما اظن، وهيتم مناقشته خلال ايام في مجلس النواب خلال الايام اللي جايه ان شاء الله. ده الدوله لازم تسرع بيه، لان المعوقات الموجوده النهارده في قانون الاستثمار منها عدم امكانيه تحويل ارباح الشركات بره خارج البلاد. دي مشكله كبيره بالنسبه للمستثمرين اللي من خارج البلد. عدم وجود جهه واحده يتعاملوا معاها دي مشكله. مشكله الشباك الواحد يعني حضرتك متخيله ان انا جاي عايز اعمل مشروع في مصر، المشروع
في ظاهره انه سهل جدا وتقابل سهل والوفاه بتاعته سهله، بس لو واحد حاول مع كام جهه وكل جهه تطلب حاجات، ممكن بعد ما تخلص كل حاجه جهه واحده توقف المشروع تماما بعد ما اصرف عليه واجهز له واعمل كل حاجه، جهه واحده بس توقف المشروع. فموضوع الشباك الواحد من جهه وحيده تبقى من سلطتها واختصاصاتها ان هي دراسه والموافقه على المشروعات في مده كمان ما تكونش طويله، لان النهارده الدول بتقاس بامكانيه الاستثمار او بدايه الاستثمار فيها بمده الموافقه على المشروع. يعني النهارده انا متقدم لحضرتك بمشروع، هتوافق عليه في اسبوع ولا في شهر ولا في شهرين ولا في سنه؟ وفي دول بتقدم الحياه تسهيلات كبيره جدا، في دول بتقدم وباسعار بتدي حوافز. ما هي النهارده انا مستثمر من يعني دولي او يعني بستثمر في اي دوله في العالم وعندي فلوس، ايه اللي هيخليني اطلع فلوس احطها في مصر الا اذا كان في حوافز تخليني اطلعها واحطها في المكان ده عشان شايف ان في مردود هيجيني. فلازم يكون في حوافز، يعني اعفاءات ضريبيه محدوده، التامينات، الاراضي بالتقسيط بحق الانتفاع للاجانب، يعني في ان شاء الله في القانون الجديد هيكون في حاجات كويسه. هو ايه مشكله ان يتم تفعيله؟ يعني حضرتك مش اول واحد تكلمنا عن ان قانون الاستثمار لابد من تغييره وان في قرارات طموحه جدا منتظر التنفيذ وما بتتنفذش. انتوا ما حاولتوش تتواصلوا مع الجهات المعنيه انه ايه اللي معطل التنفيذ وال اقول لحضرتك الاستثمار او المشروعات بتبقى مرتبطه باكتر من وزاره. واحنا هنا في مصر عندنا مشكله ان كل وزاره بتعمل لمصلحتها فقط، يعني ايه؟ عايزه تاخد كل الامتيازات من اي مشروع لوحدها دون النظر الى الجهات الاخرى. يعني شغالين في جزء منعزل زي ما بيقولوا. فبنلاقي تضارب بين الجهات الحكوميه المصريه، يعني وزاره الزراعه لها اشتراطات يعني مش متوافقه مع وزاره الصناعه، مش متوافقه مع وزاره التجاره، وزاره الماليه عايزه طبعا لما تيجي تقول لها اعملي اعفاءات ضريبيه تقول لا ده الحصيله هتقل، لا يعني كده. هي دي المشكله، ما بيبصوش في الاخر للمصلحه العامه ان المستفيد الاول وفي الاخير الدوله المصريه. مشروع يعني في فرص عمل هتتخلق، في منتج هيطلع يا اما هيصدر بره يجيب دولار يا اما هيبقى في السوق المحلي ونستغنى عن البديل اللي بنستورده بالدولار. محدش بيبص لنظره بعيده، لا كله بص لنظره بعيده، ايه مصلحتي من هذا القانون كوزاره؟ مش ايه مصلحه مصر من هذا القانون المصلحه العامه؟ هي دي المشكله. عشان تقعدي بقى كل الوزارات دي مع بعض المفروض ان يبقى في اراده انه ده يتنفذ ودي والعقبات دي يتم تدليلها علشان المصلحه العامه. يعني حتى لو الوزاره كل وزاره على حده شايفه مصلحتها هي الاولى، في بقى رؤيه اشمل يعني من رئاسه الوزاره او من الدوله. بالظبط، الدوله هتستفيد ايه من المشروعات دي؟ المواطن المصري اللي هيلاقي فرصه عمل، النقل اللي هيشتغل جوه البلد، المستلزمات الانتاج اللي بتنتج عشان المشروع بقى، يعني في حاجات كتير قوي محدش بيبص لها. لما ادي حوافز للاستثمار هشجع الاستثمار، في ناس كتير هتستثمر من بره البلد او من جوه البلد، فهيبقى في مشروعات فالحصيله بتاعتهم اللي هي بيبصوا لها في الاخر هتزيد، بس هم مش واخدين بالهم، وبص نظره ضيقه بس على حاجه واحده، مشروع واحد. اما انت لما تعمل حوافز دي هيكون في اقبال على الاستثمار، هيكون في هتزيد برضه الموارد بتاعت المصريه. طيب ايه اكثر المنتجات اللي حضرتك شايف انها ليها رواج في الاسواق الخارجيه وينبغي التركيز على الاستثمار فيها؟ يعني عدم التنازل انها تطلع بشكل اقل من المطلوب من ناحيه الخامه الكواليتي يعني او الكفاءه، ونحاول دايما نطور فيها ونخليها منتجات افضل. يعني ايه اكتر المنتجات الزراعيه اللي ليها رواج في الاسواق الخارجيه؟ لا هو في مش اكتر، في منتجات كتير بس يعني معظم الحصادات الزراعيه المصريه لها اسواق في اوقات معينه في الدول الخارجيه. احنا محتاجين بس ان احنا نحميها شويه من
تقلبات السوق يعني ايه؟ يعني النهارده محتاجين تنظيم اسواقنا بره، محتاجين المكاتب التنسيق التجاري تشتغل شويه مع المصدرين، محتاجين المشروعات الزراعيه بالذات نحط برضه مسلط الضوء على مستلزمات الانتاج الزراعي، لان معظمها كلها بتبقى مستورده، التعاون مستورده، المبيدات مستورده، الاسمده مستورده، يعني دولارها. المستوردين ما بيراعوش حته المنتجات دي هتطلع التصدير او السوق المحلي لها سعر لازم يبقى منافس سواء للسوق المحلي او للتصدير. فالزياده في الاسعار بقت صعبه جدا، محتاجه شويه نظره من الدوله مع المستوردين الحاجات دي عشان نعرف ننافس في اسواق بره او في السوق المحلي. المنتجات بقت غاليه على المستهلكين. طب بالنسبه لبعض كان في حملات في فتره من الفترات بتحدث في الصادرات الزراعيه في بعض الدول اعلنت انها مش هتستورد من مصر تاني، هل دي كانت حملات يعني مش حقيقيه شايف فيها جزء من الحرب مثلا الاقتصاديه، ولا كان في مشكله فعلا في المنتجات الزراعيه المصريه؟ هو جزء منها حرب اقتصاديه وجزء منها مصالح تجاريه. يعني على سبيل المثال احنا عندنا روسيا، اول ما اعلنا عن ايقاف استيراد القمح من روسيا غير بشروط معينه عشان مصاب نتيجه اصابتها بفلتر الارجو، مفيش على طول في نفس الاسبوع طلع قرار ان وقف او تعليق الصادرات الزراعيه المصريه لروسيا عشان هي ما بتحققش الحد الادنى من متطلبات الحاجز الزراعي في وقت ما كانش فيه تصدير، يعني مش الموسم التصدير الحصادات الزراعيه المصريه لروسيا. فهو كانت واضحه قوي ان هو رد على القرار. فهي معظم القرارات بتبقى بالضروره يكون المنتج نفسه في مشكله يعني. لا لا خالص. النهارده حضرتك المصدر المصري بقى بينافس عالميا وعنده منتج بيطلعه كويس، لان هو بيحارب في السوق اللي بيروحه وبيخفف عليه لو يخسره وبالتالي يخسر استثماراته. فبقى هو حريص على انه يطلع منتج يعني قادر على المنافسه سواء من الكواليتي الجوده او السعر. فدي نقطه لازم تتحط في الاعتبار. المصالح التجاريه بين الدول بتتحكم، فمصر كانت خدت القرار نتيجه اصابه بعض شحنات القمح بفتره الاربط، وان احنا ما هناخد المعايير الدوليه ولا الحاجز الزراعي المصري ولا الكودكس بتاع الصحه العالميه في عشان نطبقه على القمح. فدي عملت شويه خلل فخدنا القرار، فهم خدوا قرار اول ما فتحنا فتحوا، يعني هي مصالح تجاريه في المقام الاول. وفي طبعا حرب من يعني في دول اعلنت يعني قرار وقف استيراد الفراوله بتاع امريكا ده في فراوله مجمده عشان الناس اتصابت بفيروس ايه. دي معلومه يعني محدش قادر ياكد انها ممكن تحدث على فراوله مجمده بعد تصديرها بفتره 6 شهور. تمام. ويطلع قرار احادي من جانب واحد ولم تعلن مصر بالخطوات اللي خدتها امريكا في الموضوع ده، هو قرار طلع وخلاص بوقف شحنات الفراوله لامريكا. تمام. طيب ايه يعني بالنسبه للصادرات المصريه، هل شايف ان الحكومه بتقوم بالجهد الكافي لدعم الصادرات المصريه من ناحيه القوانين والتسهيلات وما الى ذلك؟ ما احنا هو يعني في اجتماعات مشتركه مع الجهات المعنيه من عند حضرتك علشان موضوع الصادرات الاخيره اللي هي تعويم الجنيه، الى اي مدى ساهمت في انعاش الصادرات؟ في بعض شايفين انها مساهمت في انعاش الصادرات المصريه. ما انا بقول هي برضه ساهمت الى من ناحيه في انعاشها، ومن ناحيه ثانيه الرقاب على الاسواق زي ما قلت لحضرتك، الاسمده المبيدات والتقالي والكلام ده كله، الاسامي دي مستلزمات الانتاج عشان التصدير. ده تصدير الانتاج الزراعي، الانتاج الصناعي نفسه اتقسم، عندي المواد الخام مستورده برضه، وتعويم الجنيه خلاها تمنها ارتفع. المفروض ان الزياده تبقى بقيمه الزياده في الدولار مقابل الجنيه، مش الزياده المبالغ فيها. في حاجات ارتفعت 300% و400% زياده غير مبرره نتيجه ان مفيش بديل ليها، مواد خام او اسمده او مبيدات
فهي دي اللي احنا بنطلبه بس من الدوله انها تكثف جهودها في الرقابه على. هل شايف ان مشروع المليون ونصف فدان ممكن يساهم في انعاش الصادرات الزراعيه على المدى القريب ولا البعيد كمان؟ هو على المدى البعيد، لان انت عارف حضرتك هي مش الارض بس، ارض مكون من الاستثمار الزراعي مكون واحد من ضمن ارض، في طرق للأراضي ديت، في شبكة طرق، في شبكة نقل، في العمالة، في يعني في الحاجات اللي هي اللوجستية اللي بتقوم عليها المشروعات دي، يعني هتاخد، هي الدولة ابتدت فيها وهتاخد، محتاجة شوية وقت بس عشان المشروع دي تكتمل. تمام. طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ جمال ابو الفتوح عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعيه. لسه مستمرين مع حضراتكم، فاصل هيكون بعده معاكم نشره اقتصاديه، من بعده نكمل حوار.